ليوم الحد. بس شوف ما شاء الله، بصوا يا جماعه، بصوا مصر والله، بصوا معبر رفح، وبصوا حضراتكم على الجانبين اليمين والشمال بحجم شاحنات، اللي داخل ينتظر اهو يدخل، واللي خارج مساء الفل مساء الفل. بتقول له ايه؟ بتقول له ايه؟ بقول له اركن وراهم عشان ندخلهم تاني. ازيك يا سعد؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ الحمد لله بالسلامه يا باشا. ربنا يعينكم حبيبي يا باشا. بتعملوا عمل الله يديك صحه. الله يديك صحه يا ريس. الله يديك صحه يا ريس. وده محسوب لكم. الله يديك صحه عشان رئيس. بلدنا. الله يبارك لك يا ريس. ازيك يا بطل؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ انا عايز اقول لك ان انت احلى بكتير من ال انت اللي جميل يا راجل. لا لا الله يعزك. الله يعزك. اتابع شركه القدوه والله. طيب كويس حبيبي يا باشا. بالكوا قد ايه هنا؟ والله بقى لنا شهرين اهو بندخل العجل المساعدات والمعونات والحياه كريمه وكده. ممتاز حبيبي يا استاذ احمد. ربنا يوفقك. الله يديك الصحه بيه. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. منور عامل ايه؟ كويس؟ بقول لك ايه، انا هخش اطلعكم بتاع. السلام عليكم. منورين. انتوا الهلال الاحمر. تاني اسلم عليكم تاني. اسلم عليكم تاني. في المنطقة اللوجستية اللي احنا هنروحها ديت اللي هنلاقي فيها تريلات دي تم استحداثها الفترة اللي فاتت مع زيادة الأعداد وتأخير دخول العربيات، بأهمنا ان احنا نحافظ على الحمولات بتاعتنا دي رقم واحد. رقم اتنين نقدم خدمات للسواقين اللي قاعدين مدد كبيرة. عظيم. فوفرنا لهم الخدمات الطبية والأكل والشرب، الحاجات اللي هو يحتاجها كلها تبقى موجودة في منطقة، يقدر يملى التلاجة بتاعته، يقدر يلاقي دواه، يقدر يلاقي مكان يصلي، يقدر يلاقي مكان يستحمى، يغير هدومه. هنروح نشوفها. من المنطقة اللوجستية دي لما اتعملت كانت أثارت لغط كبير جدا، ولكن الحقيقة طبعا هتكون واضحة بالصوت والصورة. فاصل والمنطقة اللوجستية.